من اللي ما أخذناه بالحقيقة بالمحاضرة السابقة خاصة بالشابتر الثاني، راح نأخذ آخر محاضرة عندنا للشابتر الخامس عفوا، The Method of Image. لو نرجع للدايبول لما أخذناه بالحقيقة وشنو تعريفه، كان 2 point charge equal in value opposite in sign، وموضوعين بمسافة معينة، وكان المطلوب حساب، واستقينا قانون الالكتريك فيل انتنسيتي لحساب في نقطة معينة بالسبيس نحسبها ديو تو هذا الدايبول، وحسبنا البوتنشال والالكتريك فيل انتنسيتي، واستقينا بعض العلاقات اللي بها نوع من التقريب واللي هو سهلة الاستخدام. كان ميزة بيه بالدايبول بالحقيقة بالمنطقة المنتصف هذا البلين، بفعل تشابه الشحنات واختلاف الإشارة، فالمركبات الحقيقة اللي هي حتكون بالاتجاه اللي هو مع البلين راح تصير متشابهه ومتعاكسه بالاشاره، فشنو كانسل ايتش اذر، يعني اساني ما نجي احلل هاي المركبه، اي مركبه هنا انا مال الكتريك فيل انتنسيتي، اذا مركبه موازيه لهذا وعموديه، العموديه حتكون بهذا الاتجاه بحكم هي شحنه موجبه، وهنا انا حتكون بالاتجاه هذا اللي باعتبار هي شحنه موجبه. الشحنه السالبه المركبه العموديه ايش راح تكون؟ حتكون بالحقيقه بالاتجاه من هنا الى هنا، فمشابهة لهاي، بينما المركبة الأفقية حتكون بالاتجاه هذا عكس هاي، فعلى مستوى البلين هذا بالمنطقة المنتصف حصير الفولتية تساوي صفر والإلكتريك فيلد تساوي صفر أيضا، وبالتالي هذه المنطقة احنا اكوي بوتنشال ومقدار الفولتية بها تساوي صفر بحكم تشابه الكومبوننت. المركبات العمودية هي فقط اللي تبقى وهي تتضاعف بالحقيقة، يعني حتكون كأنما مركبة هذا في اثنين حسب ما التحليل مال المركبات. على كل راح نستغل هاي الميزه في حل مشاكل معينه، اذا كان عندي اني كونفيجريشن معين عباره عن اي ديستريبيوشن، وهناك مثال عندنا شحنه وكوندكتر بلين، راح نقول لانه الفيلد بالشكل اللي هو بالجزء الاعلى هو مشابه للفيلد هنا كانما شحنه، واني هذا مو كوندكتر بلين ومؤرث واكو بوتنشال سيرفيس مشابه لهذا، فبالتالي الجزء الفوقاني هو حيكون مشابه لهذا، وبالتالي اقدر استغل صيغه الدايبول على مدى حصل هذا الكوندكتر بلين كانما، لانه هذا حيكون مشابه للكوندكتر بلين، انه بدل ما كوندكتر بلين استعيض عنه بكونفجريشن مال الدايبول. ليش استعيض عنه؟ حل الاسئله بالحقيقه حتكون اسهل بطريقه الدايبول. احنا اخذنا الى انه حساب الالكتريك فيل دنسيتي ديو تو تو تشارج سهل، يعني مجال الكهربائي بسبب هاي الشحنة والمجال الكهربائي بسبب هاي الشحنة نجمعهم ونطلع الناتج، فالعملية حتصير أسهل. لو نصور شكل الفيلد للشحنة وهاي اللي حتكون حنفرضها موجودة حنسميها الإيمج مالتها، يعني السيستم اللي هو عبارة عن شحنة وكوندكتر راح يتحول إلى شحنة وصورة إلها وتكون مكافئة لها بالحقيقة، ونقدر نحسب حساباتنا اللي احنا نريدها حسب السؤال او حسب الغاية اللي انت توصلها. شكل الفيلد اللي هو للشحنة الاسطية مالتنا راح يكون بالاتجاه هذا نحو الاكوي بوتنشال سيرفيس اللي هو نسميه عد خلينا نقول واي يساوي صفر بلين اكس يساوي صفر، شو انت وين حط على اي اكسس. الايمج مالتها اللي هي قلنا ناقص كيو، الفيلد راح يكون عليها لانه هي شحنة سالبة، وبالتالي هذا الفيلد راح يبقى هو موجود حقيقي نفسه مشابه اللي هو كانما فيلد بحالة الكوندكتر بلين، إذا ما أثرنا. بس بالحقيقة شنو؟ بالحسابات الرياضيات صارت العملية أسهل، راح يصير طبعا عندي هنا فيكتور كانما وهنا فيكتور آخر، وحنشوفه بالمثال اللي حنشوفه لاحقا شلون نحل سؤال إذا كان عندي كوندكتر بلين يعني وكونفيجريشن معين من التشارج. راح نجي نلاحظ ايضا من الممكن انه يكون اني كونفيجريشن تشارج كونفيجريشن، يعني مو بالضروره شحنه، ممكن يكون لاين تشارج سيرفيس تشارج، ونفس المبدا الى انه نقدر نعبر باستخدام الايمج نعوض عن اذا كان عندي سيت اوف كونفيجريشن شحن او لاين تشارج او سيرفيس تشارج او فوليوم تشارج ايا كان، وعندي كوندكتر بلين وفولتيته تساوي صفر، اقدر اعبر عنه الى انه فتشي مشابه له لهذا system configuration، الى انه كانما لكل charge distribution معين الصورة مالته كانما mirror ودا اجي اعكسها، وبالتالي حساب التوتال الكتريك فيلد انتنسيتي في نقطة معينة اريد احسبها هو عبارة عن
عملية جمع ما بين كل كونفيجريشن موجود، وبمنتهى السهولة نحسبه. راح نتوصل إلى مجموعة من الاستنتاجات. The image theory state that the charge a charge configuration، وهذا ممكن يكون any set of charge distribution above a conducting plane can be replaced by the same charge configuration it is image and equipotential surface in place of the conducting plane. وواضح الكلام، يعني دي يقول لك انه اي كان set of configuration موجود فوق conducting plane اقدر استعيض عنه بكأنما اكو بوتنشال سيرفيس، اللي هو مثل ما اخذنا بالدايبول. شلون احصل اكو بوتنشال سيرفيس؟ انه احط صوره للتشارج كونفيجريشن تحته، وبالتالي احصل هذا الاكو بوتنشال سيرفيس. فهذا هو تعريف الايمج ثيوري. النقطه الثانيه، ذا ميثود اوف ايمج از ا باورفول تكنيك فور سولفينج الكتروستاتيك بروبلم انفولفينج تشارج اند كونداكتر وذاوت سولفينج بويزنز اند لابلاسز كويجن as we will see in chapter 6. بالحقيقة هي طريقة ناجحة وعملية في حساب الالكتريك فيل انتنسيتي او البوتنشال الى اخره، في حالات انه عندي بالالكتروستاتيك عندي configuration من التشارج وكوندكترز، اقدر استخدم الايمج ثيوري في حساب الهاي. افضل العفو من الطرق اللي هي موجودة البويزن واللابلاس اللي حناخذهم بالشابتر السادس لاحقا مثل ما حنشوف. تطبيقي للإيمج ثيوري، راح نلاحظ إلى أنه هذا المثال let's us find the surface charge density at نقطة معينة on the conducting plane z يساوي صفر if there is a line charge مقدار 30 نانو كولوم located بالx يساوي صفر z يساوي 3 as shown in figure. يعني هذا عندنا line charge مقداره 30 نانو كولوم موجود عند ال x يساوي 0 و z يساوي 3 بهالشكل، و عندنا نريد نحسب المقدار ال surface charge density عند النقطة المعينة. راح نفرض إلى أنه عندنا conducting plane وين موجود عند z يساوي 0، ولذلك هنا أنا مقومات استخدام الايمج ثيوري نقدر نستخدمها. ايش راح نسوي؟ راح نسوي لانه هذا اللاين تشارج راح نستنسخه ونحطه بالاتجاه المعاكس تحت الايمج، يعني تحت العفو تحت الكوندكتنج بلين، ونعطي مقدار الاشاره ناقص 30 عكسه، ونحسب الالكتريك فيلد انتنسيتي ومن ثم الالكتريك فلكس انتنسيتي كانما حساب طبيعي مثل ما اخذناها في حالة الاسئلة مال الشابتر الثاني. خلينا نشوف، احنا نعرف لما عندي يعني انفينيت لاين تشارج استقينا الالكتريك فيلد انتنسيتي يساوي الرو على 2 باي ابسيلون نوت رو اي رو. هنحسب باعتبار انا عندي صار لاين تشارج وصورة الى، فعندي 2 فيكتور يحتاج نحسبها للنقطة المعنية اللي هي 252. ومثل ما تعلمنا سابقا خلينا نقول الاصلي اللي هو حنرمزنا بالبوزيتيف ناقص وين موجود هو حسب ما معطينا اياها بالاكس يساوي 0 زد يساوي 3 اكس يساوي 0 زد يساوي 3، وقلنا ناخذ الواي نفس الواي مثل ما تعلمنا سابقا بالشابتر الثاني، ويطلع لي الفكتور بالشكل التالي اللي هو 2 اي اكس ناقص 3 اي زد. بنفس الطريقه نحسب الفكتور اللي هو عن الايمج لللاين تشارج، واللي حيفرق الى انه عندنا هنا الاشاره راح تصير بالسالب لانه هو صاير بالاتجاه السالب مقدار الزد، و راح يكون بالشكل التالي. نطبق القانون لحساب الالكتريك فيل انتنسيتي بمنتهى السهوله في حاله البوزيتيف وفي حاله النيجاتيف مع تعويض القيم. طبعا هنا انا عوضنا ناقص 30 لانه احنا قلنا الايمج ناقص 30 والفكترات اللي حسبناها سابقا. بالمحصله جمعنا الناتج وطلعنا الناتج بمنتهى السهوله، عمليه بسيطه جدا وكانما تحول الى سؤال خاص بالشابتر الثاني. وصلنا الان الى النوع الثالث من الباوندري كونديشن اللي هو ما بين دايلكتريك اند دايلكتريك، يعني بين عازلين، بس شنو الاختلاف؟ انه كل واحد له مواصفات شكل، اي بمعنى كل واحد له ابسيلون ار شكل مثل ما نلاحظ ابسيلون ار 1 ابسيلون ار 2 والى اخره، وانتقال عندك شلون حيصير حساب
الالكتريك فيل انتنسيتي والالكتريك فلاكس مثل ما قلنا احنا الباوندري كونديشن استفاد من عندهم لحساب هذول القيمتين الفيزيائيه. بالحقيقه بعد اشتقاق المعادلات انا جبت النتائج النهائيه، هي الى انه التانجنشن كومبوننت بالحقيقه متساويه، يعني ما بين الباوندري كونديشن التانجنشن كومبوننت متساويه. هاي اول استنتاج انه نوصل له كالكتريك فيل انتنسيتي. والالكتريك فلاكس دنسيتي العلاقه ما بين النورمال كومبوننت دي ان ان 1 ناقص دي ان 2 يساوي الرؤوس. الرؤوس يمثل هو الانترفيس الحاجز اللي بيناتهم، اذا كان بشحنه معينه سيرفيس تشارج لان هو مساحه، فاذا كان بالكتروستاتيك تشارج يعني عندنا تشارج دنسيتي رؤوس تساوي الفرق بينهم. واذا كانت لا طبيعيه المساله بس مجرد انتقال اشاره بدون ما مشحونه فحيصير المركبتين متساوية. راح نستنتج الى انه قانون عندنا اللي هو اسمه الريفراكشن، قانون الانكسار، اللي هو يطبق في حالة الرؤوس، يعني اذا ما عندي اشارة تنتقل ما بين سطحين وهاي الفاصل بيناتهم ما بشحنة معينة، ف تان ثيتا 1 على تان ثيتا 2 تساوي الابسيلون 1 على ابسيلون 2، وبالحقيقة الابسيلون تختصر تبسي ابسيلون ار 1 على ابسيلون ار 2. يعني إذا كان عندي يعني انتقال لفيلد معين ويصير بانكسار، هذا الفيلد يصنع زاوية مع العمود بمقدار ثيتا 2، والثاني يصنع زاوية بمقدار ثيتا 1، ومنتقل ما بين الأبسيلون 2 إلى الأبسيلون 1، يعني ما بين ريجن 2 إلى ريجن 1. فبالحقيقة القانون يقول تان ثيتا 1 يعني تان الزاوية هاي على تان الزاوية الثانية تساوي هو الأبسيلون آر واحد على الابسيلون ار 2. وهذا مفيد عندنا في انتقال الحساب، شلون حتكون البيهيفر مال عمليه انتقال المجالات الكهرومغناطيسيه ما بين وسط واخر اذا كانت هي كانت عازله. مثال تطبيقي عن الباوندري كونديشن ما بين الدايلكتريك اند دايلكتريك. هيموجينيوس دايلكتريك يعني عندنا عازل الابسيلون ار مالته 2.5، ومعطون هيموجينيس يعني على كل المنطقة تساوي 2.5 بالمنطقة اللي هي عند الاكس تساوي 0. وبالحقيقة هنا موضح بالرسم هذا هو العازل اللي هو قيمة الابسيلون ار مالته تساوي 2.5 بالمنطقة اللي هي كأنما هذا اكس اكسس وهاي الاكس اصغر من 0، هاي الريجن. الريجن الثانية هي اكس اكبر من 0 هو فري سبيس، كأنما هنا أنا فري سبيس، يعني اتوقع الابسيلون 2 هو شيء يساوي ابسيلون نوت، يعني ليش؟ لان فري سبيس الابسيلون ار مالته تساوي 1. المطلوب الاول اذا كانت دي 1 مطينا اياها هذا الدي 1 طبعا حيصير انكسار مثل ما تعلمنا بسبب انتقاله من ميديا الى اخر من عازل الى اخر يساوي 12 اي اكس ناقص 10 اي واي زائد 4 اي زد نانا كولوم على متى التربيع. نريد الدي 2 ايش قد الدي 2 حتصير والثيتا 2 اللي هو صايره. بالحقيقه لما نجي احسبهن راح نشوف الى انه العلاقات اللي اخذناها اللي هي ما بين العازل والعازل. اول علاقه احنا قلنا المركبه العموديه للدي تساوي المركبه العموديه للدي بالوسط الثاني، يعني دي ان 1 تساوي دي ان 2 مثل ما اخذناها قبل قليل. وبالتالي انا يعني مود اتعامل مع الدي 2 هعرف المركبة العمودية من خلال المركبة العمودية للدي 1 باعتبار مساويات. شو نعرف المركبة العمودية للدي 1؟ أخذنا بالشابتر الأول الاستخلاص مركبة معينة باتجاه معين، أسوي دوت برودكت أحصل السكيلر كومبوننت بهذا الاتجاه وأرجع أضربه بالاتجاه مرة ثانية باليونت فكتر بهالطريقة دي 1 دوت أي أكس أي أكس. بالحقيقة هو هنا تساوي 12 أكس واضحة. ليش؟ يعني أنا هنا هاي الطريقة استخدمها لو فرضا كان أنا دي مطكية مثل ما تعلمنا بالتحويل ما بين كوردينيت وآخر استخدم هاي الطريقة باعتبار إلى أنه مو واضحة الأمور. بس هسه لما نجي أنا نباع هو أساسا دي مطنية بالكارتيزيان والريجن أساسا موجودة أيضا بيش بالكارتيزيان كذلك. وبالتالي يعني أنا لما نجي أقول المركبة اللي هو باتجاه إكس مبينه واضحة، يعني هسه هي 12 إكس وهذولا باتجاه أي واي واي زد، ما يحتاج أسوي هاي العملية مباشرة أقول، بس هي واضحة. أنا دار أقول لك إلى أن الطريقة العلمية الرياضية شلون تستخلصها بهالشكل وتحصل 12 إكس، بس هي واضحة طالما إلى أنه دي
أنا إذا أريد أطلع مركبة من مركبات الثلاثة الأصلية، يعني لما أقول لك المركبة باتجاه واي رأسها حتقول لي ناقص 10 أي واي، هذا الفكتور اللي هو باتجاه أي واي، ما يحتاج أسوي إنه أضربه بدوت أي واي وأرجع أضربه بيونت فكتور باتجاه واي. على كل، إذا الدي إن 2 تساوي الدي إن 1 وتساوي 12 أي إكس مثل ما نقول إحنا طالما إنه هو عازل يعني. وبالتالي هسه حتحول إلى التانجنشن. التانجنشن شو يساوي بالحقيقة؟ المركبة اللي هي الدي 1 كفكتر كلها ناقص النورمال، باعتبار أي مركبة مثل ما أخذنا بالباوندري كونديشن هو تتكون من تو يعني تو فكتر التانجنشن والنورمال، وبالتالي الكلي ناقص النورمال يعطينا التانجنشن. يعني حنطرح هذا، وهي ايضا واضحه يعني لما تكون هاي هي العموديه فالمتبقي هو هذا التانجنشن ناقص 10 اي واي زائد 4 اي زد، وبالتالي هذا هو الدي تي 1. انا اعرف الى انه العلاقه الثانيه اللي تربط بالنسبه للباوندري كونديشن ما بين الكتريك دايلكتريك عند دايلكتريك هي التانجنشن مال الكتريك فيلدز متساويه، يعني اي تي 2 تساوي اي تي 1. زين اي تي 1 شو تساوي؟ دي تي 1 على ابسيلون 1، وبالتالي هذا هو اللي هسه حسبناه دي تي 1 على الابسيلون 1. ابسيلون 1 هو عباره عن ابسيلون ار في ابسيلون نوت. هنا انا لا تعوض الابسيلون نوت والابسيلون ار مباشره، بقيها. ليش؟ هسه حنشوف شلون انه العمليه بها اختصار ويتجنب ضياع وقت باستخدام الابسيلون نوت 8.854 في 10 ناقص 12 وتضربه ب2.5 وتقسم هذا المقدار على هذا الناتج اللي يطلع، عملية تاخذ بالحاسب وقد تخليك تخطأ. الدي تي تو شو يساوي؟ هو المركبة اللي هي بالاتجاه التانجنشن بالنسبة للريجن 2 تساوي الاي تي 2 في الاي ابسيلون نوت. فاني هسه مباشرة حضرب هنا بالسطح الثاني هو الابسيلون شو يساوي؟ ابسيلون 2 قلنا ما طول فري سبيس هو يساوي ابسيلون نوت، وبالتالي عوضنا ابسيلون 2 تساوي ابسيلون نوت. هسه اختصرت باوع بعد ما صار اكو حاجة انه نعوض قيمته، بقى بس حتقسم على الابسيلون ار 1 اللي هو 2.5، فالعشرة على 2.5 سهل قسمتها 4، و4 على 2.5 اللي هو 1.6 ايزد. نانا كولوم هلا طلعت شنية المركبة اللي هي بالاتجاه التانجنشن بالنسبة لها. اذا صار هذا عندي معروف وصار هذا عندي ايضا معروف، عملية جمع بيناتهم الدي 2 يساوي الدي ان 2 زائد دي تي 2، وبالتالي اوصل الى الناتج اللي هو بالشكل اللي هو كانما شوف هسه تواضح هسه المركبه العموديه هي نفسها لانه هو مال الدي 1 بس تختلف اللي تانجنشن. شلون اختلافه؟ بمقدار ايش قد اللي هو الابسيلون ار 1. على كل، بعد هسه احنا شو نريد نحسب؟ الثيتا 2. الثيتا 2 بالحقيقه مبين، هسه راح نرجع لاستخدام الطرق اللي كنت تاخذها بالاعداديه دون استخدام الفكتور. انا عندي زاويه معينه اريد احسبها، شلون احسبها؟ انا هذا عندي معروف وهذا عندي معروف والعلاقه اللي تربط بيناتهم هو كوساين الزاويه، وبالتالي العمليه سهله. يعني شنو؟ دي ان 2 يساوي دي 2 كوساين ثيتا 2. هنا كله سكيلر تحول، ولذلك احتاجت احسب الطول مال دي 2 لانه هذا سكيلر كومبوننت اللي نشتغل احنا. فطول الدي 2 مثل ما تعلمنا مركبات السكيلر كومبوننت مربعاتها مجموعة تحت الجذر، وبالتالي حسبنا المقدار. هسه اذا صار بس المجهول عندي هو ثيتا 2 اللي هو حسب كوسان انفيرس دي ان 2 على دي 2، وبالتالي تحسبه ومقداره 19.75 ديجري. المطلوب الثاني للمثال معطينا اف اي 2 تساوي 12 فولت على متر وثيتا 2 تساوي 60 دقري، المطلوب حساب اي 1 وثيتا 1. طبعا انا بدنا نشتغل على السكيلر كومبوننت، يعني مطينا الاي 2 12 فولت كسكيلر كومبوننت ومطينا الزاويه هي 60، المطلوب حساب اي 1 والزاويه ثيتا 1. بالحقيقه اكو علاقات معينه ممكن الاستفاده من عندها لحساب الاي 1. هاي العلاقه هي اي 1 تساوي اي 2 تحت الجذر ساين تربيع ثيتا 2 زائد ابسيلون 2 على ابسيلون 1 سكوير كوساين تربيع ثيتا 2. من ممكن تثبتها كهوم وورك لك، يعني من العلاقات الموجوده بالاسلوب التقليدي اللي هو عن طريق العلاقات المثلثيه. راح نعوض الاي 2 بما تساويها ال 12 فولت والزاويه ثيتا 2. طبعا بالكتاب موجود العلاقه نفسها هاي بالهايت بس بالعكس، يعني هنا ثيتا 1 وهنا
العفو E2 هنا E1 والثيتا 1 هنا وبالعكس صايرة، مجرد هو اختلاف الميديا يعني التسميات، انه هذا واحد وهذا اثنين ماكو فرق. فتقدر انت تستخدم العلاقة هاي او الثانية حسب خدمتك للسؤال. وايضا توجد علاقة اخرى، طبعا هنا محتاجينها بهذا السؤال بس ممكن تثباتها، خاصة بالالكتريك فلاكس دينسيتي، وايضا بالكتاب موجودة بالصيغة بالعكس، يعني في الحالتين صحيح حسب تسميتك للميديا. المهم نرجع نستخدم الريفراكشن لو اللي هو حسبنا من خلاله بالباوندري كونديشن مال بين دايلكتريك ودايلكتريك بحساب التان ثيتا 1 على ثيتا 2 تساوي ابسيلون ار 1 على ابسيلون ار 2. طبعا هنا المجهول عندنا هو الثيتا 1 وكلها معروفه، البقيه راح يساوي تان انفيرس الابسيلون ار 1 اللي هو 2.5 اخذناه بالسؤال، وهنا اللي هو الفري سبيس اللي هو 1 والتان ثيتا 2 اللي هو معطيني اياها 60 ديجري، وحسبنا الزاويه وبالتالي نحل السؤال بشكل كامل.